معاملات کے سامنے عالمی شہرت یافتہ اور دنیا اسلام کے اور اقوام عالم کے عظیم قاری الشیخ عبدالباسط عبدالصمد تلاوت فرمائیں گے. تلاوت کلام پاک سے پہلے ایک تو ہم نے یاد رکھیے کہ جس طرح آپ کے ملک میں آپ کے شہروں میں عظیم عظیم جلسے منعقد ہوتے ہیں, مقررین کی تقریریں ہوتی ہیں اور ان کی تقریروں کے دوران آپ نعرہ لگا کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اس مسئلے میں نعرہ نہیں لگانا بلکہ نعرے کی جگہ پر آپ سب حضرات کو بے آواز ہو کر حضرت قاری صاحب کے وقف کی صورت میں سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنا, سب حضرات بے آواز ہو کر سبحان اللہ کہیں الحمدللہ کہیں, نعرہ کوئی نہ لگائے لیکن یہ کلمات سبحان اللہ ضرور کہیے اور اس کے کہنے پر ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے, اس لیے اس تحریر میں جتنا ہو سکے سب حضرات ثواب کمائیں. تو سب حضرات تلاوت کے دوران جب وقت فرمائیں چہرے تو سب حضرات اللہ کہیں, سب حضرات نے یہ کہا کہ اللہ کہیں تو سب حضرات اللہ کہیں, یہ سبق سارے کہیں نعرہ تکبیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أي الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من
قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر سبحانه وتعالى عما يشركون
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وأشرقت الأرض بنور ربها ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا أبواب
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده
حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب
العالمين. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح أزواجه وأصحابه وأتباعه ولمشايخنا والوالدين ولمن له حق علينا ولأساتذتنا. اللهم تقبل منا وأكرمنا واسترنا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا، واجعله حجابا لنا من النار وسترا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أكرمنا بالقرآن واسترنا بالقرآن، ولا تفضحنا ببركة القرآن، واجعله رفيقا لنا في الجنة يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.